ساعه اثنتين، ولكن ادرج صدري ما تقدم به فضيله الاستاذ الدكتور من تقديم الرائع في الموضوع يمكن ان يكتفي به الجميع مع الاختصار والايجاز، ولكن مع ذلك نقول بان دور القاده السياسيين هو الدور الاكبر في مواجهه الارهاب، بالاضافه بالطبع الى دور العلماء، ولكني لا ارجع الى ذلك لان الاخوه في التنظيم وقد احسنوا خصصوا محورا للعلماء ومحورا للقاده السياسيين ومحورا للبرلمانيين، وفي الحقيقه هؤلاء الثلاثه هم الوجه الحضاري للامه اليوم.